ولنقاش آخر تطورات في سوريا وعلى الحدود التركية، تسرنا استضافة المحلل السياسي التركي معين نعيم. أهلا بك أستاذ معين، وأبدأ معك من تصريح وزير الخارجية التركي الذي قال إن القوات التركية قصفت 95% من الأهداف ولم يتبقى سوى استهداف الإرهابيين. هل نفهم من هذا التصريح أن العملية العسكرية في عفرين لن تطول؟ في الحقيقة المتابعات للعملية هذا اليوم والليلة تدل أن تركيا وضعت خطة لتسريع العملية حتى لا تقع في وحل المواجهة طويلة المدى، لأنه القصف الشديد لمواقع مكثفة، القوات المسلحة التركية أعلنت أنها قصفت 108 نقاط أو أهداف تم تحديدها ضمن 113 هدف. الأهداف الأخرى تم التوقف عن استهدافها خشية وسقوط مدنيين، والحديث الليلة عبر رئيس الوزراء حين قال أن هناك عملية برية ستبدأ غدا، كلها مؤشرات أن العملية يبدو أنها على الأقل في عفرين ستكون قصيرة المدى وأقصر مما توقع الجميع. نعم، واشنطن من جهة أخرى كانت ترى قيمة عملية عفرين تهز استقرار المنطقة. إلى أي مدى تظن أن العلاقات التركية الأمريكية تجاوزت حالة الفتور إلى احتمال المواجهة على الأرض؟ أنا أعتقد أن الطرفين تركيا وأمريكا لن يصلوا لحالة المواجهة، لكنهما سيستخدمان كل أدواتهما في المواجهة غير المباشرة. فلا الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على استقرار حدود تركيا وحدود المنطقة، ولا تركيا حريصة ومعنية باستقرار الأمر لأمريكا وحلفائها على حدودها. أنا أعتقد أن المواجهة غير واردة، المواجهة المباشرة غير واردة، لكن الطرفين سيقدم ما بوسعهما لضرب مصالح وأهداف الآخر، لكن دون الوصول لحالة المواجهة. نعم. بالمقابل الجانب الروسي أعرب عن قلقه حيال عملية عفرين، كيف تقرؤون الموقف الروسي من العملية رغم ورود أنباء عن سحب موسكو لقواتها من عفرين؟ يعني الروس واضح أنهم موافقون على العملية بشكل شبه كامل، سحبهم للقوات. وقبل قليل أكد نائب رئيس الأكاديمية العسكرية الروسية على إحدى القنوات التركية أنهم بالفعل قد سحبوا قواتهم منذ مساء أمس وليس اليوم من المنطقة. الأجواء في تلك المنطقة، روسيا هي صاحبة القرار الأول والأخير فيها، والطيران التركي تجول اليوم أو الليلة أو مساء الليلة في حوالي 85 طلعة كما ذكرت بعض المصادر، وبعضها أكثر من 100 طلعة دون أن تصاب ولا حتى توجه لها أي إنذارات. واضح أن هناك تنسيق عالي، لكن روسيا معنية ألا تظهر أنها طرف وأنها مؤيدة للعملية التركية، لكن أعتقد أنها من مصلحتها أن تكون تركيا قوية في مواجهة أطراف تعتبرها حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، أو على الأقل في أدوات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، خاصة أمريكا بتشكيل قوة قوامها 30 ألف جندي من قوات حماية الشعوب التركية والكردية عفواً واليفاجا والفيادي، التي تصنفهم تركيا كإرهابيين، ولا تعول عليهم روسيا كثيرا في أن يكونوا حلفاء لها. لذلك أعتقد أن خسارتهم ليست ضرر، ولا تعتبرها روسيا ضرر أو خسارة بالنسبة لها. أستاذ معين، في هذا الصدد الكثير من المراقبين يرون أن أنقرة انزلقت بشكل أو بآخر مع واشنطن في مواجهة عسكرية على الأرض، ما مدى صحة هذا الطرح؟ وإلى أي مدى نقول بإمكاننا نقول أن تركيا قادرة على حسم هذا الملف لصالحها بما في ذلك عفرين، منبج، وبالأمس الباب أيضا؟ أعتقد أن التقدير غير دقيق. كما ذكرت في البداية، أعتقد أن الطرفين تركيا وأمريكا سيلعبان على الحدود بالضبط دون الدخول على ساحات الآخر على شكل مواجهة. أعتقد أن تركيا أدارت المعركة بشكل ذكي جدا باللعب على حبل الموازنات بين تركيا بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. دخولها على حلبة المصالحة أو الحوار السياسي وبشكل قوي أيضا أعطاها قوة. نجاحها في الباب وفي إعزاز وفي هذه المناطق من تقويض تنظيم داعش هناك، وفي نفس الوقت طرد قوات الفيادي واليفاجي من أطرافها، كل هذه النقاط أعطت لتركيا قوة. اليوم حديثها المنطقي وإثباتها بالأدلة أن هذه القوات هي عبارة عن امتداد عن تنظيم إرهابي معتمد على قوائم الإرهاب الأمريكية والأوروبية والتركية، وهو تنظيم الفككة،
كلها عناصر اعطت تركيا قوه في موقفها. اعتقد ان تركيا ان نجحت في 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 عفرين وواضح ان هذا الامر سيكون واقعا قريبا، قد تكون فرص يعني فرصتها او على الاقل المواجهه او قوه المعركه في منبج. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي معين نعيم، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.